بنجد تحية لكل المشاهدين. مش عارفة بكرة وبعده بكرة، ده اللي هو كان امبارح وبعده ده اللي هو النهاردة، هيعدوا علينا ازاي من غير ماتشات؟ ده اللي كتبته ضيفتنا النهاردة ريهام نمق بعد انتهاء الدور ربع النهائي، قبل ما تكتب لها او ردا على اللي كتبته نهى سعد انها مش عايزة كاس العالم يخلص. يا جماعة فضل 12 يوم، ازاي هيخلص؟ دكتورة حمد حسين السيد طول الوقت بتكتب وبتعلق وبتقول كاس العالم اللي مفهوش مستحيل، وضربات الجزاء دي يعني ظالمة وغير عادلة. مروة جدلة طول الوقت برضو عندها شعور مختلف وشعور بالفخر والسعادة لفوز المغرب، لكن زي ناس كتير واحنا منهم كنا متعاطفين مع رونالدو. الضيوف اللي معانا وغيرهم بيقولوا ان مفيش حاجة اسمها ان الكورة كرة القدم للرجال فقط، وان كرة القدم او كاس العالم هي دلوقتي الكوكب كله بيجتمع عليها ستات ورجالة، فيعني بلاش فكرة العنصرية دي في التعامل. الستات بجد بيفهموا في الماتشات وبيحللوا وبيتابعوا وبيوقفوا حياتهم عشان يشوفوا الماتشات وكل حاجة، ولو في اي ماتش بيتلعب وانا مثلا مش قدام التلفزيون اجيب على صفحة نهى سعد اشوف، لان هبقى يعني بس مباشر، هي كل شوية تكتب تعليق فاعرف انا الماتش رايح فين وجاي منين. قبل كاس العالم حطوا كده على الفيسبوك مجموعة من النصايح ابعد عن الرجالة وقت كاس العالم، علشان باعتبار ان الستات ما بتفهمش، ففكرة ان الستات بتعرف في الكورة، بتفهم في الكورة، بتحلل في الكورة، بتروحوا ماتشات، متفاعلين جدا، طبيعيين جدا زينا زي اي انسان عادي. النهاردة عندنا استوديو تحليلي نسائي مميز جدا ومهم جدا وبيساعدنا تكون منورانا، يعني اساطير او مجموعه من اساطير اللي بيفهموا في الكوره من الستات الجميله نهى سعد، اهلا بيكي. اهلا وسهلا. والجميله ريهام نمق، اهلا بيكي. واستاذتنا والكاتبه والشاعره وحاجات كتيره جدا دكتوره حمد حسين السيد، وكفايه انها تحمل اسم حسين السيد الرائع العظيم، اهلا بيكي. وزميلتنا الجميله القمر يعني اللي وحشتنا جدا مروه جبل، اهلا بيكي يا مروه. حبيبتي اهلا وسهلا بحضراتكم، منورتونا وشرفتونا. احنا بنتحدى في اللقاء ده اي معلق رياضي، اي ناقد رياضي، لان اعتقد ان احنا هنقول معلومات جديده، واعتقد ان احنا هنحاول نفصص بطريقه نسائيه كاس العالم واللعيبه. متفقين معانا؟ طبعا. اختكم بتتفرج على الماتشات بس، فعذرا لو وقعت في اسم اي لاعب لاني ما عنديش هذه الثقافه اللي عندكم يعني، فلازم الاول ابتدي معانا. نهى، واضح جدا ان انت عاشقه للكوره، من امتى وليه؟ طيب اسمحي لي بس الاول ان انا يعني اشكركم على الاستضافه، واشكر سهير طبعا بوجه خاص، ان هي يعني انا وهي اصدقاء على الفيسبوك من مده، فهي زي ما بيقولوا اخذت بالها من الباشن او الحب اللي عند الواحد لكره القدم، فانا سعيده ان انا موجوده النهارده بصفتي الشخصيه، واول مره اطلع في برنامج اتكلم عن هوايه ليا اللي هي الكوره، مش شغل خالص، فعشان كده انا بشكركم على اول حاجه. تاني حاجه هو يعني بتهيالي ان انا والضيوف اللي انتوا اخترتوهم بعنايه شديده وحاجه يعني عظيمه، احنا معديين مستوى حب الكوره، يعني احنا مجانين كوره، يعني مجانين كوره. يعني احنا انا كنت في فرح اول امبارح لناس صحابنا جدا يوم الجمعه اللي فاتت، كان ماتش الارجنتين وهولندا، فهو الفرح شغال ومزيكا وتامر حسني بيغني والدنيا مقلوبه، واحنا قاعدين على جنب مشغلين على الموبايل، مشغلين الماتش وقاعده بتفرج على الماتش. يعني من امتى؟ من وانت صغيره؟ من وانا صغير. يعني انا اتذكر ان اول ماتش حضرته في استاد القاهره وانا صغيره كده كان 86، كان ماتش المغرب لما كان الزاكي حارس المرمى، الزاكي كان فتى احلامي. ده الماتش اللي طاهر ابو جاب فيه جون بالظبط، ماتش طاهر ابو جاب. كنت مخبركم المعلومات من عزيز بودربال، عزيز بودربال طبعا خاف منه جدا، دي ايقونات المغرب. انا بس عايزه اوجه للجمهور، انتوا دي ردت على دي طاهر ابو زيد كان بيلعب، ده لما حصل لا ده جاب جون، لو زودتي هنقول لك انه جه من فاول ومن احلى جوان طاهر ابو زيد.